عندي جاست افت كونستراكشن، هناخد الريتيننج وول بتاعتنا ونحط عليها الاحمال اللي عندنا. الاحمال اللي عندنا اللي هي يعني مجموع الاحمال دي، عشان عايز اطبق المعادله بتاعت نورمال ستريس اللي هي ناقص ان على ايه زائد او ناقص ام على زد. دبليو بالنسبه لي سمشن دبليو هي ان، اللي هي وزن المول، وزن الجزء المايل، ووزن الارضيه بتاعت الفلور، ووزن الميه الموجوده في على البلوك بتاعي او الجزء الريتيننج وول. باخد جزء عرضه 1 متر من المول، من حمام السباحه عرضه 1 متر، وباخد طول مقداره بي اللي قلنا علينا بتاع ايه الريتين اللي انا بنفرضه. إيه خلاص احنا نبتدي نعوض في المعادله. خلاص جبنا النورمال فورس، نجيب العزوم حوالين نقطه او، نقطه او دي النقطه في ارضيه الفلور في نص بالظبط تقاطع المحورين دول بتوع الايه بتوع القاعده. هاخد عزوم هيبقى دبليو 1 في ذراع العزم بتاعها ال 1، دبليو 2 في ال 2، ناقص دبليو 4 اللي هي الميه في اتجاه مخالف في ده ال 3 على بعد نقطة O، وزائد معايا في نفس الاتجاه بتاع دبليو 1 دبليو 2 اللي هو ضغط الميه اللي هو البي تركيز المثلث بي، في اتش على 3 ارتفاع الميه على 3 زائد التي زائد سمك الفلور اللي بياخد المومنت عند النقطة تحت في الفلور. دي المومنت اللي عندي، المومنت عند O. هبتدي اعوض ايه بسبب بي في 1 في متر، دي الاريا اللي شغالة معايا بي في 1 متر، والزد 1 في البيتا تربيع على 6. بعد كده هشوف بقى اف 1 واف 2، لو اف 1 اقل من البيرنج كاباسيتي يبقى الـ الدنيا سيف خلاص، واف 2 لازم يكون كومبريشن يبقى الدنيا سيف. لو اكبر من البيرنج كاباسيتي يبقى الريتين وول دي ان سيف. هعمل ايه؟ هزود البي عشان اقلل الجزء ان على ايه الريا ده يقل شويه معايا، فبالتالي وارجع اعمل حل تاني، حل تاني هزود البي وحل تاني. عشان كده البدايه بقول لك ما تاخدش قيمه قليله للبي، خدها ب اتش او 1.2 اتش عشان سايب معاك على طول. المرحله الثانيه اللي هي او الكيس الثانيه ديورنج مينتنس اثناء الصيانه، عندي السويل اوني حمام السباحه فاضي، هيزيد عليا طبعا شيء عندي دبليو 4 وزن الميه مش موجود، لكن هيبقى عندي دبليو 5 و6 و7 اللي هو اوزان السويل اللي فوق المثلث والجزء الفوقاني والجزء المستطيل دوت اللي فوق التوي. وعندي الايرث بريشر اللي هو اف، ده مثلث برضه ولكن بيبدا من تحت خالص لو انتوا شايفين. والايرث بريشر ديت الفورس بتاعتها بتساوي ايه؟ كي اكتف في الجاما سويل في الاتش سويل، والكي اكتف هناخدها بتولت. هبتدي اخد العزوم عند او، العزوم عند او هتساوي سمشن للدبليو، الدبليوهات اللي عندي 1 و2 و وخمسة وستة وسبعة دولت في ال بتاعتهم دول في اتجاه، وبيتزن معاهم بالماينس الاف فورس بتاعت الاف سبريشن المركزة في اتش سويل على 3 اللي هي المسافة دي اتش سويل على 3. هعوض برضه في المعادلة بتاعت نورمال ستريسز، هشوف اتاكد ان اف 1 سيف اقل من الكباستي والاف 2 كومبريشن يبقى سيف. لو مش سيف هنعمل انكريز للبي وارجع تاني اعمل ريديزاين او ريتشيك. الكيس اخرانيه دي الاوبريشن اللي فيها الووتر والسويل مع بعض، زي ما انتم شايفين عندي المثلث الميه وعندي مثلث السويل، نفس الكلام هبتدي اعمل تشيك واعوض في المعادله بتاعت الان على ايه والام على اي في واي، واتاكد ان البيرنج كاباستي. والكيس دي بتبقى كريتيكال في موضوع البيرنج كاباستي لان عندي اوزان اكتر داخله معايا في الحساب. الخطوه اللي بعد كده بعد ما عملت تشيك على البيرنج كاباستي اعمل السكريننج اكشن، احسب العزوم. عايزه احسب اخد كيس كيس، اخد اول تو كيسز لان دول بكريتيكال سكريننج اكشن واعمل تشيك عليهم. اول كيس اللي هي جاست كونستراكشن عندي ميه بس، يبقى دي ريتيننج وول وعندي مثلث ضغط الميه. بحسب المومنت عند المول هنا اللي هي عند الجوينت على وش الايه؟ نهايه على وش الفلور. ما تلخبطش بقى المومنت كده شغالين قبل كده عليها ام او دي. دي عزوم عند نقطة O تحت خالص عشان أعمل شيك على البيرنج كاباستي، لكن هنا بقى ده المومنت اللي هجيب له تسليح، يبقى ده المومنت اللي هنا ده أو إم وول دي، دي العزوم اللي هستخدمها عشان أجيب التسليح. إم وول كانت ليفر تايب سهلة جدا، أدي مثلث مية اللي ضغطه بي هو، أضرب البي دوت تركيزه في اتش على 3 كده جبت الإم وول، يبقى الإم وول في منتهى السهولة بي ضغط المية في الاتش على ووتر على 3. جبت المومنت دوت هعمل التزام بقى للجوينت. المومنت ده خلاص معروف، هجيب المومنت اللي على وش السويل هنا قضاء على جزء التوي دوت، هجيب المومنت اللي بتاع السويل برده كانت ليفر اهو فري اهو، هجيبه هحسب المومنت دي تو سويل ستريسز ام اس،
بقى لي ام فلور. سمحت يا دكتور، لان التزام الجوين هجيب لو مامي سمحت يا معايا. دكتور، اتفضل. الدكتور أشرف مزير بدأ محاضرة طيب التخصصية هنا. تمام ان شاء الله، ونبدا الاوصال الاكشن. ماشي يا دكتور. تمام يا دكتور، تمام.